الدورة 30 كيف قلتوا هي دورة مهمة جدا، لأنه باش توصل 30 دورة ماشي سهل، يعني يمكن يعتبر أقدم ماراثون بالنسبة للعالم العربي ولا العالم الإفريقي. بالنسبة لهذه الدورة غادي تعرف إن شاء الله مشاركة مكثفة كبيرة. ثانيا كتعرفوا بين التوقيت ديال مراكش، يعني الرقم القياسي ديال مراكش هو ساعتين وستة دقائق وخمسة وثلاثين ثانية، اللي هو قريب من الرقم القياسي ديال الألعاب الأولمبية على الصعيد العالمي، اللي هي ساعتين وستة دقائق واثنين وثلاثين ثانية، يعني خصتنا ثلاثة ثواني فقط. إذا كنتمناو هذا الدورة إن شاء الله، نظرا للأهمية ديال العدائين اللي بيشاركوا، كنتمناو إن شاء الله نحققوا توقيتات جيدة. ومن ناحية ديال المشاركة، يعني هي مشاركة مكثفة، بحيث غادي نحطموا الرقم القياسي ديال عدد المشاركين بالنسبة لمراكش، اللي هو كان دائما حوالي 8000، دابا هاد السنة كنتوقعوا أكثر من 9000، اللي منها عدد كبير من الأجانب اللي كينتميو لأكثر من 65 دولة، وكذلك اللي عدد ديالهم كي يوصل تقريبا بواحد 30% ديال العدائين الإجماليين، يعني 30% اللي جاية من الخارج، وهذا شيء مهم جدا كيشرف المغرب. وكنظن هذه مميزة اللي كيتميز بها ماراثون ديال مدينة مراكش. الثانية قربنا الرقم القياسي الأولمبي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.